أزيد من 400 جريدة إلكترونية تؤثث حقل الإعلام الافتراضي بالمغرب. جو الحرية الذي يسم المجال إضافة إلى سهولة الولوج إلى تلك المواقع الإخبارية جعلها قبلة لمتصفح الأنترنت المغاربة. السرعة في نقل الخبر وانتهاج مبدأ القرب مميزات جعلت الصحافة الإلكترونية رقما أساسيا ضمن المعادلة الإعلامية بالمغرب. الصحافة الإلكترونية في المغرب في السنوات الأخيرة أنها فردت ذاتها وأصبحت يعني مصدر للخبر من طرف مجموعة من أو قطاع واسع من الشباب في المغرب، لاعتبار أن الناس كيدخلوا يوميا وكيشوفوا أخبار بواحد الشكل اللي هو مجاني. ثم أن الصحافة الورقية إلا بغينا نتكلموا على المميزات تاعها اللي كتجعل أن القارئ ديالك يتابعها، وهو السرعة في نشر الخبر. نعطي مثال، لنا إذا كان عندك واحد الخبر نهار الجمعة مع العشية أو في الليل مع الوحدة الليل يمكن نشره مثلا أو مع الجوج الليل، ولكن ميمكنش مثلا الصحافي الورقي ينشره إلا نهار اثنين يعني بعد يومين. أخبار من الواقع المعيش في عالم افتراضي، شعار رفعه الإعلام الإلكتروني بالمغرب لينجح في خلق شريحة عريضة من القراء جعلته يرتقي إلى مستوى المنافسة مع الأشكال التقليدية للإعلام، متسلحا في ذلك بهامش الحرية الكبير وبالتطور الهائل في تكنولوجيا وسائل الإعلام. الصحافة الإلكترونية نشأت في جو من الحرية، وبالتالي فهذه الحرية طبعا خلصت بنا إلى ما نسميه التنوع الحاصل عن مستوى الصحافة الإلكترونية، فنجد أن هذا المصطلح نفسه يميل إلى الضبابية، لأننا داخل الصحافة الإلكترونية هناك جملة من الأنواع، وهناك من يحسب نفسه على الصحافة الإلكترونية في حين أن المواقع الإخبارية أو المواقع التي هي موجودة قد لا تتفق بمواصفات الصحافة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية. الزخم الكبير في المواقع الصحفية الإلكترونية يأتي بحسب المراقبين على حساب أبجديات وأخلاقيات العمل المهني، كما أن عددا قليلا من تلك المواقع نجح في إثبات ذاته وتحول إلى مقاولة صحفية قائمة الذات. كاين هناك اختلافات، كاين بعض المواقع اللي هي تم أسست وأعطت لنفسها واحد النوع من 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 معالم مؤسسة ومقاولة إعلامية، عندها كل المواصفات، فيها صحفيين قارين، عندهم أجور، عندها مداخل، إذا أصبحت لها كل ملامح مقاولة إعلامية قائمة بذاتها. ولكن في مجمل القول أنه هذا 400 ديال المواقع الإعلامية الصحفية اللي كتمارس الصحافة لا زالت في حاجة إلى تطوير، إلى تنظيم، إلى تقنين. قطاع إعلامي من طينة الصحافة الإلكترونية بمقروئية مهمة وتأثير كبير، جعل وزارة الاتصال الجهاز الحكومي الوصي يخصه بنصيب وافر من الاهتمام. ابتدأت أولى خطواته بالتعرف على انشغالات العاملين فيه ليتم بناء عليها رسم معالم إطار تشريعي يتوائم وخصوصيات النشر الإلكتروني. هل اقترب أوان ربيع الصحافة الإلكترونية في المغرب؟ الاهتمام الكبير الذي خص به الإعلام الإلكتروني واللقاءات المتعددة التي تناولته بالدراسة والتمحيص تنبئ بدنو موعد الاستجابة لمطلب قديم جديد لصحفي العالم الافتراضي. فبرغم من تجاوز عدد الصحف الإلكترونية حاجز 400، إلا أنها ما زالت تمارس في شبه غياب لأي إطار قانوني يحدد خطوط عملها. منذ تأسيس الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية في 2009 وهي تطالب بحل يعني إيجاد حل للفراغ القانوني للعاملين في مجال الصحافة الإلكترونية، وعندما قمنا بهذه المطالبة فنحن قمنا بها بناء على أننا نحن نمارس مهنة زملاء آخرين في نفس هذه المهنة لكن الورقي أو السمع البصري، وهم يعني يخضعون لقانون ينظم هذا المجال. فبالتالي الصحفي الإلكتروني ليسوا في جزيرة معزولة، وإنما هم صحفيين يمارسون هذه المهنة، لكن الجديد هو هذا الحامل الإلكتروني. فإذا قلنا نحن من البداية أن يتم تنظيم هذا القطاع بما يليق بهذه المهنة التي ينبغي أن تكون مقننة وأن لا تكون مهنة من لا مهنة لها.
الأصوات المطالبة بتنظيم الصحافة الإلكترونية ووضع إطار تشريعي لها تقابل بأصوات أخرى متحفظة ترى أن الأوان لم يحن بعد لتقنين قطاع من بين سماته الأساسية التحرر من كل القيود القانونية. الأصل في القانون هو عندما تستقر الظاهرة في المجتمع وعموما يأتي القانون ليعطيها صبغة قانونية أو يعطيها صبغة شرعية أو شرعنة الموجود، في حين أن ما يسمى أو ما يطلق عليه بالصحافة الإلكترونية هو فضاء لا يزال يتموج، لا يزال يتحرك، الشبكة لا زالت تتحرك. إحنا في الجيل الثاني من شبكة الإنترنت، لربما بعد سنة أو سنتين سيظهر الجيل الثالث، وبالتالي فأنا أستغرب كيف أن البعض يستعجل عملية التقنين في حين أن التقنين هو آخر الذي يجب أن نفكر فيه، لأن المسائل لا زالت متحركة ومتحركة بطريقة متسارعة للغاية. خارج إطار الجدل بين مؤيد ومعارض لمبدأ تقنين الصحافة الإلكترونية بالمغرب، وزارة الاتصال ما فاتئة تؤكد أن إخضاع هذا الإعلام للمساطر القانونية ليس الهدف منه تقزيم مساحة التعبير أمام الصحفيين الرقميين، وإنما مراده ضمان المناخ المناسب للنشر الإلكتروني. أولا هو الإدماج ديال مفهوم المقاولة الإعلامية الإلكترونية في ضمن المقاولات الإعلامية الصحفية المتعارف عليها في قانون الصحافة. ثانيا الاعتراف على مستوى البطاقة الصحفية، كل الصحف الإلكترونية اللي عندها مواصفات ديال المقاولة وعندها شروط المقاولة إذن غادي تاخذ البطاقة ديال الصحافة. ثالثا وهذا هو المبادرة الأهم ديال وزارة الاتصال، هي أنه تأطير هاد الصحافة على أساس أنه الدفع بها لأن تصبح مقاولات فعلية، مقاولات لها كل الشروط ديال المقاولة الصحفية، وهذا يمكن يجي من خلال إدماجها في المنظومة ديال الدعم اللي كتستفد منه الصحافة الورقية. الاهتمام بالصحافة الإلكترونية ليس وليد اللحظة، الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أفرد لها ما لا يقل عن 25 توصية من بين مجموع التوصيات 303، توصيات تؤكد في مجملها على ضرورة دعم هذا النوع من المقاولات الصحفية حتى تتجاوز طور الهواية وتمر إلى مرحلة الاحتراف.